عارفين ايه الوحش في الصيف؟ انه مشاكله كتير. يعني انا عايز افهم يعني ايه ابقى خارج من تحت الدش لسه هو لسه خارج اعرق؟ يعني ايه اعرق وانا لسه خارج من تحت الدش؟ مش فاهم انا. لا ولا وانا صاحي من النوم الصبح تحس ان في حد اتزنق وجراح فكها عليا انا، والله العظيم في ميه غريبه، ميه مفيش، وانا ما اروح اعمل اي حاجه ولا مفيش اي حاجه بتفيد في الموضوع ده خالص. وعارف بقى لو في شويه هوا ساعين بره في البلكونه انهم يخشوا الشقه؟ ما ابدا، لا يا حبيبي خش، لا مش داخل. ليه يا ابني؟ يكش تشيلوا الحيطه نفسها، عارف مش تفتح شباك تشيلوا الحيطه، مش هيدخل ابدا، ما بتحصلش. ولا الحشرات بتاعت الصيف، النمل بالذات ده كائن قليل ادب سافل. بصي انت كنمله اخرك تقرصيني من دراعي، سمانه اخرك ركبي، لكن في خادي فيما فوق ليه يا ماما؟ ايه السفاله دي؟ يا سافله يا قله الادب. ولا الامهات، بصي التكييف ده عامل زي النيش بالظبط في البيت، ما ينفعش تقرب منه، محرم دوليا، عارف لو شافوك ماسك الريموت هتترمي برصاصه. ومع كده نشغل الفرن عادي خالص، وتقول لهم مش لازم الفرن في الصيف، مش لازم، يقول لك هتاكل ازاي؟ ما احنا كنا في الشتاء بناكل عادي ومن غير فرن. ايه اللي حصل في الصيف؟ موسم هو ولا ايه؟ عشان نموت؟ وانا اللي بسال المروحه ما بتعملش حاجه ليه؟ ما هتجيب منين؟ ما بتجيب من الفرن. لا ولا لما فاتوره الكهرباء تيجي، عارف يعني هي بس تسمع الراجل ماشي على السلم كده اللي هو بيقول كهرباء، في حاجه بتحصل. هي لو انت في ثانويه عامه والشهاده بتاعتك خلاص انت بتجيبها من على النت وهي واقفه بتشوفها، مش هتبقى حاسه بالاحساس اللي هي بتحسه ده. يعني انا متاكد انها ما كانتش بتحس الاحساس ده وهي بتاخد حقنه، والله العظيم. ولا لما تدفع الفلوس تنام راح صديحه كده على الكنبه ولا الكرسي ما بتنطقش. يعني ايه في ايه ده لو احنا متنا ولا حصل لنا حاجه مش هيعملوا كده. ده حاجه غريبه، محدش يقول لي انا بحب الصيف، الشتاء احلى بكتير، الحسنه الوحيده بتاعت الصيف هي الاجازه، مفيش غير كده والله العظيم. والمصيف بصراحه يا اهم حاجه. بس وانا كده خلصت. بص عشان انتوا فهمتوا حاجه غلط، انا هقدم نوعين من الفيديوهات، الفيديوهات اللي هي كوميديه والفيديوهات اللي بتتكلم عن حاجات بتشرحها وبتديكوا شويه معلومات. انا بعمل كده عشان احاول ان انا انزل كل يوم فيديو. ما عملتش كده اليومين اللي فاتوا ليه؟ انا بستريح من الدراسه شويه، غير كده انتوا لسه بتمتحنوا في ومفيش تقريبا ناس بتتفرج على الفيديوهات كتير، فانا مستني بس تخلصوا ان شاء الله وانا استريح شويه بس من الدراسه. بس فشجعني بقى وانت تعمل لايك وشير، ولو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، هتلاقي دايره كده عليها صورتي دوس عليها. كان معاكم محمد احمد، سلام. Oh, 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 o